سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم الحل تاع هذا الموضوع تاع سانكيام اني، موضوع تاع اختبار تاع الفصل الاول للسنه الخامسه ابتدائي. نبداو في الاول بالقراءه تاع النص، بعد نشوفوا لي كيستيون والاجابه النموذجيه عليهم. شوف باش يبان لنا هنايا سوجي مليح. صح، شي قال لنا قدم لكم هكا. La gazelle est un animal sauvage qui vit dans le désert. Elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres. Elle a une petite tête avec de grands yeux et des cornes noires. Son poil est marron sur le dos et blanc sur le ventre. Ses pattes sont fines, sa queue mesure entre 10 et 20 cm. C'est une bête fragile. Texte adapté. Ça, alors qu'on chauffe, kiff les questions. Chadna, choisis la bonne réponse. Le texte décrit A. La girafe. B. La gazelle. C'est la lionne. De quoi se nourrit la gazelle? Écris l'adjectif cardinal souligné en lettres. Pardon, une phrase. La queue de la gazelle mesure 10 cm. Saha, souligne le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. La gazelle vit dans le désert. Saham, la cinquième question de Goul, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. La phrase est à Téhali. Nous aimer les gazelles, elles de beaux yeux. Vas-y, l'auxiliaire, avoir. On va déchaîner la sixième question, écrit au féminin. Le tueur de gazelle est méchant. الشرح تاع النص باللغه العربيه دقيقه بالخف نعاودوه. صح قلنا لا غازيل اي ان انيمال سوفاج. الغزاله حيوان متوحش. كي في دون لو ديزير معناتها يعيش في الصحراء. ال سو نوري ديرب اي دو فوي دارب. صح قال لك تتغذى على العشب والاوراق تاع الاشجار. Elle a une petite tête avec de grands yeux. عندها راس صغير وفي عينين راس صغير وعينين كبار. عندها grand كحلين. Son poil est marron sur le dos et blanc sur le ventre. عندها الشعر تاعها marron على الظهر وابيض sur le ventre. Ses pattes sont fines. الأرجل تاعها رقاق. Sa queue mesure entre 10 et 20 cm. الحشاكم الذيل تاعها طول تاعها ما بين 10 و 20 سنتيمتر. سيت اون بيت فراجيل. هي حيوان رهيف. فراجيل معناتها رهيف. صح. شوفوا الكلمات اللي لازم يتشرحوا نشرحهم لكم. نورمالمون سوفاج معناتها سوفاج معناتها متوحش. متوحش لو ديزير لو منتا الصحراء. ا سو نوري سو نوريغ نوريغ معنتا تتغذى. صح ديرب العشب ليرب والعشب. صح وعطينا ثاني تيت معناتها الرأس. لا تيت الرأس. صح وعطي لي غران معناتها كبير. هنايا كبير تقول نلقاها معناها كبير ولا واسع. صح كورن معناتها لي كورن معناتها القرون الكرون.
صح نوار اسود اسود صح بوال هو الشعر صح مارون معناتها بني ما بغيتش ندير لكم هنا باسكو ما تبانش بني بلون ابيض صح هنا شويه ني ديرونجيت في ليكريتور طلع هكا لو دو والظهر صح فونتر هي البطن صح بات من الاطراف انت الارجل الاخرين فين رقيقة فين رقيقة لاكو فين رقيقة لاكو لاكو هي الذيل صح عدي بيت حيوان فين حشكم صح ضروك نشوفو لي ريبونس تاع هذو لي كيستيون شو نبداو بلا بخوميييغ كيستيون خطو هذه دو كوتي منا بخوميييغ كيستيون اللي تقول لو تيكست ديكري ا بي سي عندنا هنا لو شوا انا ما نروحش نديرهم نيشان لو شوا ندير لو تيكست ديكري لو تيكست ديكري برافو انا شو عندي يهدر على لا غازيل ندير La gazelle. La deuxième question, de quoi se nourrit la gazelle? هذا ما عطيلكش لو شو انت تحوس عليه من النص على ماذا تتغذى الغزاله شو تاكل الغزاله هنا عطيها لي لا ريبونس باينه elle se nourrit elle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres تتغذى على الاعشاب la gazelle se nourrit d'herbes et de feuilles d'arbres صح هنا جبدنا على واش تتغذى الغزاله لا ترويزيام كيستيون شو تقول جا قالنا اكري لاجيكتيف كاردينال سوليني اون ليتر لاجيكتيف كاردينال هي الصفه العدديه وهنايا وينها الصفه العدديه لو عطيها لي هي 10 سنتيمتر هي 10 كيفاش نكتبوها اون ليتر تاع سيكري كوم سا ثالثاً هنايا نكتب 10 وهنايا نكتبها بالحروف 10 صح لا كاتريام كيستيون صح اش قال لنا سوليني لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو سي سي ال دون لا فراز سويفونت كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو هو ظرف المكان نحوس عليه هنا هنايا لا غازيل في دون لو ديزير نصيبوها مع دون ولا ا ولا هذه تعاين لنا المكان وراه لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو هو دون لو ديزير سي سي ال انا هنا نسطر عليه بركة دون لو ديزير مي هنا نكتبو لكم قال لك باسكو سولي نتاع كاع تكتبه مانيش باغي نطول على روحي في الكتابه دير غير هكا دون لو ديزير صح لا كيستيون لي موراها كونجوغ لي فيرب انتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف عندنا حنايا شاو لو فيرب لو عطيه لي هنايا هو لو فيرب ايمي ايمي كي نجيو نكتبوه خمسه كونجوغيزون نجو نكتبوه كيما هكا ايمي لانفينيتيف تاع او ار ستادير ان فيرب دو برومي جروب صح لي فيرب تاع لو برومي جروب لي تيرمينيزون تاعهم شمالو او او اس او او ان اس او زد او ان تي صح انا نشوف لو برونون بيرسونيل اللي عندي باش نعرف من على تيرمينيزون اللي يزيدها عندي انا لو برونون بيرسونيل نو نو تجي معاها ستادير كي نكتب ندير هكا نو زيمون ONS صح بعد عندي لوكسيليير افوار
Avoir l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. Ana عندي l'auxiliaire être, avoir, ma, le pronom personnel, elle, avec S. Ça m'a chan dire elle, elles ont. Qui m'a hack? صح ما عندي écrit en féminin نكتب في المؤنث le tueur de gazelle est méchant شوفوا اللي سهله كاع ليكم اللي تعرفوا نتوما لا ريغل تاعها هي نزيدوا الاو فو هذه اللي نزيدوها لو فيمينا ميشون ميشون هذه سهله نرجعوها ميشونت هنا الأو ما كانش تي ما كانش تنطق كي زدنا الأو تتنطق ونقولو ميشانت صح هنايا كان عندي تتكمل بأغ صح أغ ترجع أوز مالي كيفاش نكتبوها تيوز تيوز كيما هاكا نكونو جاوبنا كاع على هذو الأسئلة شفتو الطريقة تاعهم بزاف سهلة ماشي حاجة صعبة تولهو برك كي تولو في لي كيسيون هذوك اللي عطوهم لكم ما تحطوش لا ريبونس ديريكت كيما هنايا ما نروحش نختار نيشان كيما هكا وندير لا غازيل نو ندير لو تيكست ديكري دير اونتر بارونتيز بي نكتب لا غازيل ما نديرش ديريكتومون وهنايا ثاني ما نقولش ديرب اي دو فوي دارب ندير لا غازيل سو نوري دو فوي دارب اي دير هكا صح نقرب لكم هنايا لي ريبونس باش ديروا اون كابتور ولا اصبروا هكا نورمالمون راهم باينين بعدا كي نزيد نزومي لكم ونكملوا ثاني كنديروا لا برودكسيون ايكريت صح دروك بقات لنا في لا برودكسيون ايكريت شا قال لنا في لا برودكسيون ايكريت ها لا برودكسيون ايكريت هي الوضعيه الادماجيه صح نعطيكم نديروا هكا باش تبقى هنا غير هذه وحدها وتبان صح لا برودكسيون ايكريت ايكري ان تيكست دو 4 ا 5 فراز بور بريزونتي لا جيراف اش قال لك هنا اكتب نص من 4 الى 5 اسطر باش تعرض لا جيراف حيوان لا جيراف واللي هي الزرافه Chagalena, donne un titre à ton texte. Emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. Aide-toi de cette boîte outils. Chagal, a-t-il un nom de nas? Emploie le présent de l'indicatif. Emploie le présent de l'indicatif et la troisième personne du singulier. Stardem. المضارع واستخدم الضمير الثالث تاع المفرد عندنا جو هو الاول تو زوج ايلو ال هما الثالثين صح اد تو دو سيت بواط اوتي استخدم هذا الجدول صح هنايا شراو عاطين هنا نقراو هذو لانيمال هو لا جيراف لي نون لو ديزير le désert sahara l'herbe le عشب les feuilles d'herbe الاوراق تاع العشب les pattes هما الاطراف la queue الذيل les oreilles الاذنين la tête عندنا le cou des taches marron صح هذه باين les verbes عندنا être le verbe avoir se nourrir يتغذى vivre يعيش Sauvage, متوحش, petit, صغير, petite, صغيرة, court, قصير, قصيرة, long, طويل, long, طويل. صح. نبداو حنايا بلا جيراف. كي نبغوا نهضروا على كاش حيوان، اسيو من الديبي تحدوا إذا كان سوفاج ولا دوميستيك، إذا كان أليف ولا متوحش. صح. هذه الحاجة الأولى اللي نهضروا عليها. عندنا قبل لا جيراف. La girafe. Et
كاين بزاف اللي يروحوا يديروا انيمال سوفاج بلا ما يديروا اي، هذه خطا. دائما كي تبغي تهدر على حاجه توصف حاجه لازم تيتيليزي لو فيرب افوار، وحنا قلنا في لو بريزون دو لانديكاتيف راهو في لو بريزون دو لانديكاتيف افيك لا ترويزيام بيرسون دو سينغولير افيك لا ترويزيام بيرسون دو سينغولير. سي بون صح. لا جيراف ات ان انيمال سوفاج. نبداو بدي نعرفوا فيه هو كيفاش داير، سوفاج ولا دوميستيك. ومن بعد كي نحدو مكان العيش نقولو ال، باسكو لا جيراف ما تنكوش نديرو لها ال، ال في لو فيرب فيفر او بريزون دو لانديكاتيف، هذه هي لا كونجيغيزون تاعها في دون معناتها في لو ديزير. Elle vit dans le désert. زيد اش نديرو؟ صحيح هدرنا elle vit dans le désert. هدرنا عليها كيفاش دايره وين تسكن، دوك نقولو على واش تتغذى. elle toujours la majuscule. شفتوني هنا بديت ب ا مينيسكول، سي فو باسكو هذا ديبي تاع اون فراز. صح. elle se nourrit. il était toujours de شو قالنا هنايا؟ دو فوي ديرب. صح. ديرب ثاني كي تاكل لي فخوي نورمال، اي دو فخوي. صح. شتاكل وين تعيش وكيفاش داير. صح. دوك نبداو في لا ديسكريبسيون، في الوصف تاعها. جايه طويله قصيره سمينه رقيقه، الاذنين تاعها كيفاش دايرين. فوالا نهضروا على هذو هذو النواحي. كيما هكا نستعينوا بالكتاب تاعكم تاع 5 اني. نورمالمون هذا فيه لا جيراف نورمالمون سي جو مي سوي با ترومبي. فوالا لا جيراف، هيا لا جيراف. الحاجة الأولى واللي قاع نرماركوها بلي عندها عنق طويل. صح. هنايا العنق الطويل هذا اللي عندها هو اللي يخلي منها الحيوان الأكبر طولا، الحيوان الأكثر طولا عفوا، قاع هي قاع طويلة في الحيوانات. شنو نديرو؟ سي l'animal le plus haut. c'est l'animal le plus haut يعني قاعد طويلة في الحيوانات. نديرو une virgule. elle a معناتها عندها، بعدين نعوضوها ثاني ك possède. elle a un long اللي جبدناها منا. elle a un long كو. هيا لون وهاو كو. لو كو هو العنق ولا الرقبه. صح. الا ان لون كو. اي كوا شو هادرنا على لي بات يا، وراو هادر فينك على لا تيت. لا تيت تاعها كيفاش هي دايره؟ لا تيت تاعها كي راكم تشوفوا فيها هنايا صغيره، ما عندهاش راس كبير. ان بتيت اون بتيت اللي جبدناها الثاني منا. بتيت تات. هنا بزاف يسهلوا عليكم كي يعطوكم لابواط اوتي هذه، ما عليكم نتوما غير تجبدوا الكلمات، تعرفوا الحيوان اللي تكونوا فاهمين ونا حيوان تاعو يهضر عليه، وتعرفوا ثانيك مواصفات تاعه، وتيتيليزو هذو لي ما تكونوا عارفين المعنى تاعهم لازم. ايا وتلصقوا ديروا جمل بسيطه. une petite tête. صح. les oreilles ثاني كيفاش دايرين؟ عندها les oreilles صغار ماهمش كبار. صح. هنا ما نكثروش بتيت بتيت. صح. خطينا les oreilles ما نهضروش عليهم. نشوفوا دوك شحال رانا لاحقين من فراز. 1 2 3 4 5 6 صح. جي ديباسي
le nombre limité à les phrases. هنا يصاح شدنا لو بلو هو دي زانيمو درنا عليها هي كيفاش دايره سوفاج مادا وين تعيش ش تاكل وقلنا باللي هي كاع الاخرى الطويل حيوان طويل وعندها العنق طويل الراس صغير انا هدرو على لاكو حاشاكم مخلص ال ان petite je suis petite ça utilise une adjective une queue fine منتهى رقيقة مشي اسمينا سي بون كيما هكا نكونو كملنا هذه une description simple qui contient des mots simples et des expressions simples la phrase فيها sujet verbe complet ما هيش حاجات كبار هاي كيما هكا بجمل بسيطة وتكونوا باش تكونوا فقرة بسيطة وتكون المعنى تاعها واضح وما فيهاش كثرة الأخطاء خاطر ما تزيد تكثر في لي فراز تزيد تيه في الأخطاء تقعد دير في الأخطاء لا هما دير ربع سطور ولا خمسة ما ديباسيش بزاف هنايا لي ليميتا ويكونوا مفهومين خير ملي تكثر وهي نصها ملي يبدا هو يشطب المصحح ياك نقراوها لا جيراف ايت ان انيمال سوفاج ال في دون لو ديزير ال سي نوري دو فوي ديرب اي دو فروي سي لانيمال لو بلو او ال ا ان لون كو اون بيتي تيت ال ا ان كو فين سيب